البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في مسائل متعلقة بالجنائز. قال المؤلف عفى الله تعالى عن المسألة الثالثة، هل للمرأة أن تغسل الصبي؟ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. انتهى. قلت وتبعه في نقل الإجماع النووي، وتبعه في نقل الإجماع النووي وابن قدامة، ثم اختلفوا في تعيين سن الصبي. فقال الحسن: تغسله إذا كان فطيما أو فوقا. وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وقال أحمد ومالك: لهن غسل من له دون سبع سنين. وقال إسحاق: ابن ثلاث إلى خمس. وقال أصحاب الرأي: تغسله ما لم يتكلم. وقال الشافعية: تغسله ما لم يبلغ حدا يشتهى. وهذا القول أقرب، الله أعلم. اخترنا مذهب الشافعية، ليس هناك تحديد، والغالب أن الذي يشتهى من سن العاشرة في هذا السن غالبا قد يشتهي ويشتهى. وعلى كل حتى بغسل المرأة للصبي تستر العورة، تستر العورة. ولو بلغ سنا كبيرا نحو العاشرة أو زاد على ذلك فهو ما زاد نعم مما يجب أن يستره العورة، سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال: المسألة الرابعة، هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟ كره بعض أهل العلم ذلك، منهم سعيد والزهري وأحمد، وأجرى النووي الخلاف السابق في هذه المسألة أيضا، وظاهره أن ذلك جائز عند الجمهور وهو الصواب. وحد الصغيرة ما تقدم عند الشافعية أن لا تبلغ حدا تشتهى فيه، فإذا بلغت هذا الحد فلا يغسلها إلا النساء، والبنت قد تشتهى وهي صغيرة، ربما إذا نحو السابعة، فلا ينبغي أن يغسلها إلا النساء في أقل من سبع. ومع ذلك لو غسلها بعض محارمها فلا بأس. بقي الرجال الأجانب يجتنب، ما زاد من السابعة وما فوق يجتنب. المسألة الخامسة، إذا كان الميت خنثى مشكلا فمن يغسله؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق، وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق، وإن كان كبيرا فذكر النووي قولين للشافعية، أحدهما ييمم، قال: وأصحهما الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. انتهى بتصرف. قلت: والقول بالتيمم هو قول الحنابلة والحنفية، والصحيح أنه يغسل من فوق القميص، وكذلك في الصورة الأولى إن كان المغسل رجلا من محارمه، فالأقرب أنه يغسله من فوق القميص، والله أعلم.
المسألة السادسة: هل يغسل المسلم الكافر؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته. ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور. وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه، ولكن قال مالك: يوارى. قلت: وقال أحمد أيضا بمواراته. وقول مالك وأحمد والصواب لا يجوز أن يغسل الكافر، حتى الدفن لا يدفن على طريقة شرعية، وإنما يوارى أي يدفن من أجل جيفته، فلا يدفن بمقابر المسلمين ولا يوجه إلى القبلة، وإنما ينظر له مكان بعيد يوارى من أجل أن لا تنبعث جيفته. قلت: وقال أحمد أيضا بمواراته. وقول مالك وأحمد هو الصواب، لقوله تعالى: فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعند أن مات عمه أبو طالب لم يغسله ولم يدفنه، ما تقدم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عند أن مات أبو طالب لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أن مات أبو طالب لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يدفن، ولكن قال لعلي رضي الله عنه: اذهب فواره. وعند أن قتل يوم بدر جماعة من المشركين أمر بهم فسحبوا إلى طوي من أطواء بدر، إذن الكافر إذا مات فليس هناك دفن شرعي وليس له غسل ولا صلاة، وإنما توارى جيفته، يوارى جسده. المسألة السابعة: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟ هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟ يعني إذا غسل الكافر مسلما ميتا هل يجزئ ذلك؟ من يجيب قبل القراءة؟ هل يجزئ؟ لا يجزئ، لأنها عبادة، والعبادة ما تصح من كافر، فليست مجرد تنظيف، هي عبادة من العبادات. قال: مذهب الشافعية وسفيان ومكحول صحة ذلك. وذهب أحمد وأصحابه إلى عدم صحته لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها، وهذا القول هو الصحيح، ولا يسقط الوجوب عن المسلمين بفعل الكافر كما لا يسقط بفعل المجنون. المسألة الثامنة: إذا كان المسلم متزوجا ذمية فمات أحدهما، أي مات الرجل أو المرأة. قلت: هو مبني على الخلاف السابق، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها. مبني على الخلاف السابق في غسل الرجل لامرأته، تقدمت المسألة هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته، صفحة 444، وهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، صفحة 443، ومبني على الخلاف السابق صفحة 443. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها، لأن الكافر لا يغسل المسلم، لأن النية واجبة في الغسل،
والكافر ليس من أهلها، وليس لزوجها غسلها، لأن المسلم لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه، ولأنه لا ميراث بينهما. إذن مبني على المسألة التي قبلها، من حيث أن الكافر لا يغسل المسلم والمسلم لا يغسل الكافر. إذن ما لا يحال إلى الصفحة القديمة، لأن المقصود بناء المسألة على الكافر والمسلم، لأن المسلم لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه، ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة، وقد انقطعت الزوجية بالموت، ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافر. الصحيح أنه لا يغسل أحدهما الآخر، لأن الزوج إذا كان هو الميت فتغسيل الذمية له ما ينفعه، لأنها عبادة، وإذا ماتت الذمية فهي كافرة لا يجوز غسلها. فعلى كلا الحالين لا غسل. المسألة التاسعة، هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ ذكر النووي رحمه الله في المجموع أن الشافعية يقولون يجوز للنساء المحارم غسله، وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب والزوج، لأنهن في حقه كالرجال. بمعنى أنها تجوز لها ولكنها مؤخرة بالترتيب، الرجال أولى. قلت وما ذكره النووي رحمه الله ومذهب المالكية والحنابلة أيضا. قال عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. مسألة، هل يصلى على المقتول حدا أو قصاصا؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب. وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعطاء والنخعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، كل هؤلاء يقولون يجب أن يغسل لأنه مسلم، ولو قتل حدا أو قصاصا فهو لا يزال مسلما. قال إسناد علي صحيح، رجع عبد الرزاق بن المنذر، وإسناد جابر في إسناده أشعث بن سوار في إضافة. وقال الزهري يصلى على المقتول قصاصا دون المرجوم. وقال مالك رحمه الله لا يصلي الإمام على واحد منهما وتصلي عليه الرعية. قلت والصواب أنه يصلى عليه ويغسل وجوبا كما قال النووي رحمه الله، وجوب كفاية. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. المشاقص المقص الذي يطلق على المقص، ويطلق أيضا على الآلة الحادة التي تستخدم إما لإزالة الشعر أو لإزالة الأظفار. فلم يصلي عليه، رواه مسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى من قتل نفسه فهل يصلى عليه؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود، وقال أحمد لا يصلي عليهم الإمام وتصلي بقية الناس. قلت وممن قال بالصلاة عليه الحسن والنخعي وقتادة. وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه، وحديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلى عليك قول الجمهور فلا بأس، إذا كان يحصل هناك مصلحة من ترك العالم أو صاحب الفضل إذا ترك الصلاة يحصل الزجر.
ويحصل أيضا مصلحة شرعية فلابس. أما إذا كان يزيد الناس نفورا فعليه أن يصلي عليه، لأن ترك الصلاة إنما هو من باب التعزير والمصلحة فقط، وإلا فهو لا يزال مسلما يصلى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.